بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. أما بعد، حياكم الله تعالى من أمام أحد المعالم الهامة في تراث الإنسانية كلها وفي ديننا الإسلامي حصرا، في منطقة الرجيب أو الرقيم. الرقيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ ونحن الآن نقترب من كهف أصحاب الكهف على أحد الأقوال. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله يا رب. صحبتنا سعادة أستاذنا الدكتور عزة العوا حفظه الله تعالى، أستاذ علم الكلى وأمراض الكلى في الجامعة الأردنية في عمان، وقد صحبنا إلى هذا الموضع. ما شاء الله تبارك الله، لا قوة إلا بالله. يا رب يا رب. كهف أصحاب الكهف يا رب. نريد أن نتشرف بالاطلاع على تفاصيل هذا المكان. السلام عليكم ورحمة الله. كيف الصحة؟ الله يبارك فيك ويسلمك، جمعة مباركة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله العظيم. هذا محراب المسجد اللي انبنى. هذا محراب المسجد اللي انبنى. اللي بناه لنتخذن عليهم مسجدا. طيب شوف نوعية الأرض. هي هون طبعا بعض الآثار. سبحان الله. البيزنطية. نعم. بس هذا هو مسجد. نعم نعم. تفضل يا سيدي. بسم الله. هي عند الطريق المضاف. الكهف الأسفل. هذه الشمس بتجي بتزاور عنه. سبحان الله. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. سبحان الله العظيم. سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعة مباركة إن شاء الله. الله بارك الله فيك. الله يبارك فيك ويسلمك، أكرمكم الله. بسم الله. سكر. سبحان الله العظيم. لنتخذن عليهم مسجدا. سبحان الله. إذا يقال أن هذا باب أصحاب الكهف. والآن يتقدم الأخ الكريم لفتح باب الكهف. شوي شوي شوي. يلا يا اخوان تفضلوا عشان تسمعوا الشرح. شوي 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 شوي. يلا بس. بسم الله. بسم الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله العظيم. أباريق الوضوء قد وفر عليها من ساحة المسجد من عهود شتى بعدهم. هنا كانت تأتيهم الشمس. والعظام الله يسلمك.
سمحتوا توقفوا التصوير شوي، خليني اشرح لكم عن الكهف واللي بده يصور بعد الشبح. تفضل. تسجيل الشبح ممنوع من الوزاره. اذا هنا توجد 7 قبور جمعت عظامها في هذا الموضع، جمعت في هذا الموضع كما ترون أيها الأحباب. نحاول الآن أن نصورها لكم قدر المستطاع. سبحان الله كما ترون جمعت في هذا القبر ونقشت الآيات من سورة الكهف، 7 قبور أساسية. هذا الموضع آخر ما جدد فيه في عهد سيدنا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. بسم الله. والآن نتجه إلى خاتم سيدنا صلاح الدين الأيوبي. نعم هذا هو خاتمه رحمه الله، وهذه أحواضه هنا، وهذا الحجر المنقوش، وهذه قبور فارغة ليس فيها شيء، وإنما نقلت العظام جميعها إلى هذا الموضع. وهنا كان ينام أصحاب الكهف. نعم بارك الله فيك، شكرا لك. طيب جزاك الله خير. تمام جميل، جزاك الله خيرا. تظهر الآن عظامهم، عظام أصحاب الكهف يونسكو عمل عليها دراسة قريب، عظام ما يقارب من 2000 سنة. نعم فهل هي عظامهم أو ناس في غفلتهم؟ الله أعلم. نعم جزاكم الله خيرا. وهنا كانوا يبيتون يقلبهم الله تعالى ذات اليمين وذات الشمال، وهنا تزور الشمس عنهم وتأتي إليهم. سبحان الله، تدخلهم الشمس في الصباح الباكر من هذه الجهات، وفي نهاية اليوم تأتي الشمس من هذه الجهات، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد عند الباب، يعني الكلب يحرسهم عند الباب. 7 وثامنهم كلب. كما ترون ولو كان شيء المسجد الله عز وجل كتبه، لكن الله عز وجل قال مسجد، اذا هو مسجد، والمساجد موجوده قبل سيدنا محمد، دليل ذلك المسجد الحرام والمسجد الاقصى، والله اعلم. حضرتك الاسم الكريم؟ انا محمود. والنعم والنعم. محمود شو؟ اهلا وسهلا والنعم، حياكم الله، تشرفنا بلقائكم. الله يجزيكم خير على الشرح الطيب، بارك الله فيكم. والان استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ندخل من عتبه الكهف على القول الراجح، والمساله خلافيه، وفوقهم بني المسجد. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اما هذا المسجد الذي امامنا مباشره فهو مسجد اموي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا مسجد أموي، وهذا محرابه. يا الله بسم الله، كما ترون هذا محرابه. وأما المسجد الذي بني عليهم فهو هذا، وهذا باب الكهف كما رأينا. والآن نحاول أن نصعد بمشيئة الله تعالى إلى موضع المسجد الذي كانوا فيه. والآن نمر إلى الأعلى. يا الله بسم الله، نتجه إلى المسجد القديم الذي كان قد بني عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. كما ترون أيها الأحباب. يا رب. من هنا تدخل الشمس صباحا إليهم كما قد قدمنا.
هنا محراب المسجد وأعمدته. كما رأيتم أيها السادة، وهذا هو المحراب. وتحتنا المسجد الأموي الذي بني، ومن هنا باب الكهف نفسه كما ترون. هنا هذه جهات الأعمدة الأربعة. إذن المنطقة منطقة الرقيم التي ذكرت لنا في كتاب الله تعالى، وهذا اسمها اليوم في منطقة عمان. سبحان الله العظيم. إذن كما ترون أيها الأحباب، يفترض أن الكهف الآن مباشرة تحتنا. تحتنا انظروا، هذه الأعمدة التي أقيمت في المسجد الذي بني عندهم. بارك الله فيك أيها الليس، احذر يا بنيتي، احذر. بسم الله بسم الله. إذن أكرمنا الله تعالى بأن وقفنا على تفاصيل هذه المواضع التي قد ذكرت لنا في كتاب الله تعالى. والعلم في التحقيق عند الله، العلم عند الله، وإنما نحن نسعى في الأرض نبحث في هذه الدنيا عن ما رجح ثبتانه، فليس كل شيء وقفنا عليه معلوما علم يقين، لا لم نقل ذلك قط. بسم الله. انظروا أيها الأحباب إلى طبيعة الأرض، انظروا انظروا هنا. بسم الله. لا أدري أهي مقابر أو أي شيء هي، لا أدري حقيقة. ولكننا نحمد الله أن قدرنا ويسر لنا أن وصلنا إلى هنا. انظروا، أغلق الكهف وانتهت أوقات الزيارة، ونحن الآن يوم الجمعة 15 من شهر شوال لعام 1439 لهجرة الحبيب المصطفى، وقد قرأنا سورة الكهف هذا اليوم، ونحن الآن في ساعة الإجابة. فنقول: نشهد أنكم قد أديتم الأمانة وبلغتم الرسالة ونصحتم الأمة وجاهدتم في الله حق الجهاد، جزاكم الله عنا خير الجزاء، وجمعنا بكم في مستقر رحمته. أصحاب الكهف وأصحاب القرية وأصحاب البروج أتباع ثيميون الموحد هم نماذج مشرقة بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في 600 سنة لم يكن فيها نبي، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما معناه ليس بيني وبين أخي عيسى نبي. وقد ضرب الله لنا وخلد أمثال هؤلاء المؤمنين الموحدين أتباع ثيميون الذي ذهب إلى نجران، وكان قومه هم أصحاب الأخدود بعد ذلك الذين حرقهم ذو نواس الحميري، وأتباع أصحاب الكهف الذين دخلوا فرارا بدينهم فناموا 309 سنين، وأصحاب القرية الذين قصهم الله علينا في سورة ياسين، وأصحاب آريوس الأريسيون الذين كان لهم باسمهم بئر في مدينة الحبيب المصطفى في قباء يسمى بئر أريس، وباسمهم باسمهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب كتبه إلى الملوك والعظماء وأباطرة الكون في وقته. أما بعد، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، إلى قيصر عظيم الروم، إلى النجاشي عظيم الحبشة، إلى المقوقس عظيم مصر، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإلا تفعل فعليك إثم الأريسيين الفلاحين أتباع آريوس الذي رفض أن تدخل الأقانيم الثلاثة إلى الدولة الرومانية، واعترف بأن سيدنا عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه، فجزاهم الله عنا خيرا ورضي عنهم وألحقنا بهم على خير، فهم شموس الهدى، وإن أمة الإسلام قد جاءت على دينهم نصرة للحق الذي كانوا عليه، وخلد الله ذكرهم ورفع شأنهم، ونحن نترضى عليهم ونسأل الله أن يحشرنا معهم
والحمد لله رب العالمين. وهنا نقف على مجاري المياه التي ذكرها الإمام الواقدي في كتابه فتوحات الشام. وصلنا إلى الكهف في المساء، وكان قرب الكهف عين ماء فتوضأنا وصلينا ثم نمنا في ذلك المكان، وفي الصباح توجهنا إلى بلدة الجنان قرب عمان. هذه هي مجاري عين المياه، ما زالت شاهدة حتى يومنا هذا. هذا هو الحوض، وهذه آثاره، هذا مجرى العيون هذه، وهنا مجامعها. هنا مر الإمام الواقدي صاحب كتاب المغازي، وهو يرى أن هذا الموضع هو موضع أصحاب الكهف كما قدمنا. وهذا قول راجح، وهناك أقوال أخرى لا نضحضها، والعلم عند الله. ونعيد عليه حتى ما إن شاء الله. بسم الله يا رب. قبور بيزنطية وردت قصتهم في القرآن الكريم، وردت قصتهم في كتاب الله المجيد. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. الحمد لله، الإسلام خاتم الأديان، وهو الذي يحمل على عاتقه تمجيد وتكريم أهل الإيمان في كل عصر وزمان، وقد كان ذلك بفضل الله تعالى. هذا هو بابهم، ونستودعهم الله العظيم، والحمد لله من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. جزاك الله خيرا، الله يحفظك. السلام عليكم. وهذا مسجد حديث أقيم وكتب في محرابه: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. جزاك الله خيرا. بسم الله. مسجد كهف أهل الكهف. هذا الياسمين، الله الله، ما أطيبه. هذا مسجد كهف أهل الكهف، هذه ساحته وصحنها. والآن ندخل إلى المسجد نفسه. بسم الله. ولسنا في وقت صلاة الآن، فلا يزال على المغرب وقت، حوالي 50 دقيقة. هذا مسجد كهف أهل الكهف. سبحان الله، الإسلام هو الدين الخاتم، جاء ليكرم الأديان ويثبت من صح منها في عبادة الله وحده، من نصرانية ويهودية وحنيفية سمحة. فأثبت الرب الواحد وهو الله سبحانه، وأثبت النبوة للأنبياء والمرسلين، ولم يطرهم حتى يؤلههم كما فعلت النصارى. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا هو الدين الذي لا يقبل الله سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وسطية وقوة وثبات وحجة ومحجة، وطريقة واضحة لا تقبل زيغا ولا فسادا. هذا هو الدين العظيم، ونحن نقف على تخومه في كل مكان نحاول أن نفهم ديننا
ونحمد الله أن جعلنا مسلمين، ونسأله أن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الصالحين، والحمد لله رب العالمين.